مش كبير. مش حمباده. حد يتخض من هون. اوكي مش الحال. مش الحال. عم يحرقوا الزرار. اوكي مش الحال. هلا بالحلقه بدهم يفكوا. وانتبه بعد قبل ما ينفعش زر. اوكي انا جاهز للتصوير. ايه بغير شيء عمي. لا مساء الخير ولا من يحزنون. بعناوين الليلي: مين عنده شيشة أكبر، الشيعة أم السنة؟ ومعقول سامسونج يصير عنده حزب بلبنان؟ فارس سعيد يعلن عن أكبر مستودع للجملة لتصدير الثورة بأسعار خيالية. السين أون تي في. من سوريا الثورة. انشقاق بالجيش السوري بسبب العاصفة وممكن الإخلاق بأي لحظة. فعل انشقاقي عن الجيش الأسدي. قانون العنف المنزلي وتعنيف المرأة، شو وضع السبانكينج بهذه الحالة؟ تحقيق لعبد الرحيم العوجي. كم مرة بيضربك بيك بالنهار؟ الابن الغير الشرعي لأبو طلال يعود من تايلاند بحثاً عن الحقيقة. بدي فتش على البابا، بدي أعرف أنا ابن مين، أنا وين، ليش تركني أنا وصغير. رغيف الخبز بدولار، بس بعد الدولار ما بيسوى رغيف خبز. الرغيف والسيرفيس على نار الغلاء. لنعرف أكثر عن فنون القتال وحرية الرأي والرأي الآخر، معنا بالاستوديو الصحافي جوزيف أبو فاضل. شيل فرد؟ لا، عم ظبط الاير بي جي. أكرم سلمان بخبرنا عن نهر بيروت، ليش صار أحمر ومش أصفر؟ ثبت نهر بيروت على الأحمر بسبب هذه الفجوة الصغيرة التي تخرج منها مياه الصرف الصحي. وأكيد نشرة الطقس مع سميرة سعيد. أنا مني حدا وما حدا كامل، فبالتالي أنا كامل. وأنا كامل بذكرني بتحت الدرج بالجامعة، وهيدي نشرة الشام. مساء الخير واخت هيك بلد اخبار زفت، بطل بدي العب، بس ما في الا ما العب بشي، فبركي كلنا بنلعب مع بعض وببعض. هيك اللعبه بلشت، وشكلها طويله او شكلها مره محجبه مع دقن، ما بنعرف لهلا، بس يلي بنعرفه انه الوضع بسوريا عم يتأزم، ونحن هون بدنا نحرر شي، يا فلسطين يا سوريا، بس ما فينا نحرر اثنين سوا، لانه حررنا المراه والعميل من قبل وشفنا شو صار في ماريوكا. يوريد اسقاط الفستان. شطار الديب وهي القديم، وينو القديم؟ بدي شلحة كل شوحة. الوضع بسوريا عم يشتد، والحرب الأهلية اللي أعلنوا عنها من قبل أو نبهوا بلشت مع زيت السيناريو اللبناني بال 75، بس غير مخرج، بس كلوديا مارشاليا عم تعمل شغل رائع، والكل كان مراهن على انشقاق الجيش السوري، وبالفعل بلشت هذه الانشقاقات، لأنه طلع الجيش معمول من طين بس بلد عايمات، وأجدد تشكيلة من هذه الانشقاقات ظهرت من قبل كم يوم. اعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي بما شاهدته من أعمال القتل والتعذيب لأبناء الشعب السوري وانضمامي الى الجيش السوري الحر. نعم، ولكن نحن لن نستسلم للثوره. وهلا عرفت ليش الامريكان عم يبعثوا سلاح، انه كيف فيك تخوفهم بهيك ضابط؟ اتاك هلا هجوم. ليه بعد عم يبعثني جد هجوم؟ عم اقول لك هلا انت عم تضحك، ما بكره رح يجي يدعسك بسرميته، هذا مش بصوته. على قول الوهاب فوف، السرمية واحدة، بس مين يلي رح يلبسها هي السؤال. منشان هيك الكل هلأ عم بيحاول يلبق السرمية الجديدة على رقبتنا. الشيعة والسنة عم يتخانقوا مين عنده شيشة لد أكبر، الكل عم بيراهن على فتنة سنية شيعية، والأسطوالي هي زيتها. سلم سلاحك. أبديش. لا هلا سلم سلاحك. أبديش. عملك أبديش بحياتي أبسلم سلاحك. أبديش. هو رح يجيب شيشة أكبر من شيشتك. أبديش. أصلا أنا عندي ناس بيقفوا هيك بعلي إيدين هيك، أنت أشدك أنت بيقعد هيك. أبديش. كل ما فكر واحد يترشح ضده بيطلع السلاح على الشوارع والسوق، لأن المقاومة تملك إرادة وتملك شجاعة أن تستخدم هذا السلاح، وتضعونه على طاولة مجلس الوزراء. من حقنا أن نمتلك أي سلاح للدفاع عن وطننا وعن شعبنا. شهر السلاح على بيروت. أن لدينا كل الحق في أن نملك أي سلاح، بقدر ما مل اللبنانيون واللبنانيات من غلبة السلاح. لدينا كل الحق أن نستخدم هذا السلاح إذا أردنا. أن يكون معكم سلاح فلا يعني أن معكم حق.
لا نريد لا من الحكومة ولا من غير الحكومة ولا من أحد في هذه الدنيا ضمانات تتصل بسلاح المقاومة. السلاح 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 أي سلاح السلاح. من أسبوع لهلأ ارتداد 14 باط شغل المحاور السياسية. الحريرة بده سوريا جديدة بالعلبة وعم بتلمع. حسب الله بده سوريا مثل ما هي لأنه بتريحوا بالمشي وما عم يعملوا مثل ما كله صينا بهالأيام. إذا نحن ما نتعامل بالسياسة من دون ما يكون في قلب الواحد ساعتها خلي أنا بقول لك بروح البيت. لحظة ما أنت بالبيت كيف هيدا بك تنقل من عندك تقعد عند حالك؟ ما فهمته بس. لا فبركي عنده بيتين بروح من بيته لبيته التاني لأنه أمرار تقطع الكهرباء بهديك البيت فبروح على البيت التاني بكفي دق البي أس تبع مودرن وورفير سيريا إديشن. بس سعد معه مصاري يجيب بيتين؟ أصلاً هو مركب 14 برغي بإجره يعني إجره أوريدي روبوف يا هي تاخده مش هو بمشيها. في غيابه كان حضوره شديد الوطأة على الخصوم والحلفاء. بإجري في تقريباً 14 برغي على أساس لا أن لهم يحطوا لنا 14 برغي مش 8 على أساس نحن من 14 عن جد عن جد عن جد عن جد كنت نكتي هيدي لا أصلتش قوية أنه 14 برغي. بس أنت انتبهت على الإخراج أو شيء انتبهت أنه كيف الكابلات كلهم بنين بعدين بيصير يطلع هيك فجأة أو يفوت وهذا شو الأخر؟ طب ما يجيبوا مخرج طب شوية مثل خلق يعني بليز ما بليز ما تحكي أول بس في لد كبيرة مان انت ما شفت اللد مان هي اللد انه شو اخت الاخراج يعني قدام اللد المفقوعة بقلب هيدا انا بسكت قدام اللد. احنا مع كل ثورة وبندعم كل شعب مستضعف من نظام ديكتاتوري بس ندعمها من على التيفي لانه ولا لبناني له جلد يسور على شيء الا اذا في فلي اذا في فلي اوكي. بس الثورة السورية بتحير شوي ما بدنا بشار بس عايزينه ما بدنا النظام بس ما عندنا بديل بنخاف من النظام الحالي وراح نخاف من النظام اللي جاي. احنا مع الشعب بس نص الشعب مع النظام يعني عشوي قلقتنا بتذكرني بجورجينا الفنانة الروسية بالمعاملتين بحبها بس ما في اعرفها باصحابي بصيروا كلهم بدهم يجلوا الجليات معه يعني ونفس العهر مترجم عند الأمريكان إجر لقدام وإجر بطيزك ومنلاحظ هذا الضياع من خلال تصريح مدام كلينتون أم بيلي استنى الستر. The violence must end immediately. President Assad has a choice and every day that goes by the choice is made by default. Doesn't appear that there's a coherent and consistent message coming from Syria. We know what they have to do. The Syrian government is running out of time. Running out of time. Inside Syria are behaving with great courage, freedom and democracy. Absolutely imperative that we all be on the right side of history. And that means standing with the Arab League and standing with the people of Syria. To end the killing immediately and begin a genuine, sincere, democratic transition. The Assad government has now been condemned by countries in all parts of the world. The time has come for him to step aside and leave this transition to the Syrians themselves. And leave this transition to the Syrians themselves. To the Syrians themselves. To the Syrians themselves. And that is what we will continue to work to achieve. إذا أردنا الحرية فيجب أن نتحرر من هذا النظام. وإذا أردنا العدالة فيجب أن نقتص من هذا النظام. شفت الكلينتون إنه إيه إجر لقدام وكذا لا ما بنعرف هلا بنفوت كذا هيك يعني ما بس وئام وهاب صريح يعني الرد من الجهة الثانية واضح. موضوع إسقاط سوريا موضوع خط أحمر عند إيران عند المقاومة عند المقاومات العربية. ستكون دما لو خسرت سوريا. الاعتداء على الأراضي السورية هي اعتداء على الأراضي الإيرانية. إذا فات بتر على الأراضي السورية رح ينزل عليه 100,000 صاروخ. إيش منين؟ من سوريا. إذا ومن كل المحلات. والله لو استمروا في استهداف سوريا ستشتعل المنطقة من العراق إلى فلسطين. كي وئام صديقنا وئام هذا كان الوضع الخارجي اللي نعرف أكتر عن الوضع الداخلي. خلينا نروح عند أكرم سلمان من شي محل هونيك أصلا بطل لنا صور نحطها أنا عم يكلفنا كتير. أكرم سلمان أكرم أنت معنا؟ أنا هون معك أكرم. شو أخبار الوضع الداخلي ومدى تأثيره على سوريا مش العكس أكيد يعني؟ بالوضع الداخلي الكل عم يتخانق على الكهرباء اذا قطعت الكهرباء سائلة ولا البسيل الاسئل اكيد البسيل يعني. بس يعني دائما هو عنده خطه ما بدي اقولها لحدا ما بقول له شيء للبنانيين وما بيقعد بشيء اما رغيف الخبز
بعده بدولار من لما كانت ترشي فيه الجيش السوري، وحتى لما يجي الجيش السوري الحالي راح تضل الحالة هي زيتها. أما البنزين عم يغلى، البنايات عم تقشط، الاقتصاد عم يفرط، بس ضروري أنك تدعم الثورات العربية. يعني مثلا فرس سعيد بيصدر كمان، بس أبدا ما في ثورات على لقمة المواطن اللبناني، لأنه الكاكا فيها فيتامينات وبروتينات أكتر. مزبوط مزبوط. أنا سمعت أنه الدولة راح تدعم سعر الكاكا بلبنان، وكمان راح تمسح تيز كل مواطن قريبا بورق الزودة الجديدة. شكرا لك أكرم، كان هيدا كل شيء عن أسعار ريستورانت أو جود نايت. اللسان يعجز عن في في شغل. إذا بدنا نحكي وصفيا عن الكاكا، الكاكا مش بس يعني في عندك أنواع، في عندك الكاكا أول شيء اللي بتجي هي تجي بتنزل دغري هيك بالهذا، في عندك اللي نو جاد نو جاد بليز نو نو نو. فلما عرفت إنه أبو طلال طلع عنده ولد مش شرعي لحوه بتايلند، والجيجي ما تجي يفتش عليه، أنا هيك سمعت. مزبوط فؤاد، وهو أجرى مقابلة معنا مباشرة من تايلاند، اسمه كامون سونان لوان. أنا صراحة أنا تعبت، تعبت بالبيت، يعني أنا وماما كل يوم مشاكل، كل يوم مشاكل، خاص بدي بابا. يعني ماما أصلا من تايلاند، أصلا من تايلاند، بس خليت بصيدة. مين ربيك طول هالفترة؟ قولا عم قولا شو بها؟ قولا اسمه قولا، هو جارنا قاعد تحت جاي يفتش على البابا، خلاص زي ما بقول لك خلاص. بقول لك بريك صغير وبنرجع، ما في شيء على وليد عبود حتى هو ما اجى على الحلقه، ولازم تعرف عم يحكوا كيف فيك تبلغ النشوه انت وعم تغير لمبه البيت، مش جديد كله بنعرفه. بعد علين رح نحكي عن قانون العنف عنف اسري في لبنان، الذي يعرف يعرف والذي لا يعرف يقول كف عدس. انا عبد الرحيم العوجي مقلدا مالك مكتبي. بعد البريك في دبانة او شيء حبيب اول بس انت هيك دبانة. لا في دبانة سمعتك. ليك انا الماما كنت كهربني ترجع تخبطنا بالشوبك، مش مثلك انت كنت بالشوبك. أيه. يعني حسب هو في تكنيكات بتفرق. انا يعني انا امبارح كان تذكرون هولي موريكو تي في شوبينج قصدي. عرفت هالي بتفوت وبتفتح هاي كانوا يستعملوا علي. لما تسمع الجنرال ميشيل عون او الرئيس اميل لحود او بتشاهد حلقه توك شو بطلع جوزيف ابو فاضل، ببلش يكدك العرق، بيصفر لونك، بتحكمك الرشفه. انت اكيد كنت طفل معنف، رحت على المدرسه يوما ما انت وصغير في ميك اب على عينك، بس انت كنت لطشها بالكهرباء اللي كانت مقطوعه، لا اضرب، انت كنت خبطها بالخزانه. كان عندك صانع نطت من التاسع، بالتاكيد انت بيتك رح يشهد حالات من العنف المنزلي والصحون الطائره. اسباب العنف المنزلي عديده، اما بيكون احد الوالدين سادي ومش معوف حدا بالبيت من شره مثل فؤاد، او بكل بساطه عشان انت ممكن تكون بصغرك انسان ما بينطق او يحتمل كمان مثل فؤاد. مع ذلك بشرى سارة لكل الأطفال المعنفين، مش دايما العنف المنزلي بيؤدي للانتحار أو للعصفورية أو لتنتهي كولونيل بشي جيش. الدموازيل كريستينا أجيليرا كان بيّن ينعفها كل يوم بدن وانتهى فيها المطاف لحصارة الديفا أجيليرا، وقدرت أنه حتى تكج مادونا وبريتني سبيرز. ليك سلام، أنا مثلا اديكت الماما تضربني طلع كتير طبيعي، ما عندي مشاكل، بحس حالي أنه لا أنه ليش ما علي، لا حتى لو كنت أخذ خبيطة ما عندي مشاكل، وبحس حالي كتير رواق، وأنه كتير أم سيطع على ضل مسيطع، حتى كنت أكل أكلك أكل كاف عادي عادي عادي، ما عندي مشاكل. بس أنه بس فؤاد أنت أمك بعدها بتضربك لهلأ. يعرف فرويد بأنه العجز الأنا عن تكييف النزعات الفطرية مع مطالب المجتمع أو عجز الذات عن القيام بعملية التسامي من خلال استبدال النزعات العدوانية بالأنشطة المقبولة اجتماعيا، كما قد تكون الأنا الأعلى ضعيفة، وفي هذه الحالة تنطلق الميول الغريزية من عقالها إلى حيث تتلمس للإشباع عن طريق سلوك العنف في الدائرة اللا عنفية، في الحدود اللا متناهية، في الأزمة الغريزية. أوكي فؤاد،
اصلا فرويد مثل عقاب صقر، ما حدا بيفهمه الا مرسل غانم. بما انه مجتمعنا مجتمع ذكوري والمره ما فيها تعطي الجنسيه لاولادها، وما في قوانين جاده تحمي المره من العنف الاسري، ولما النايبه بتصير نايب والقاضي قاضي، واغاني الحب ما بتصير الا من الحبيب لحبيبه لان كل اللي بيكتبه لوط، فمن الطبيعي تكبر الخصي براسه وما يشوف الذكر قدامه ولا مره ولا ولد. مراسلنا السائل السائل الجديد عبد الرحيم العوجي السني رح يشرح لنا اكثر بهذا الريبورتاج. إلي يوسف من سكان بيروت بناية أبو فؤاد، بدي كيس ياس للماما، سجل عدلي رقم 491. إجا لعنا على البرنامج لأنه في عنده مشكلة حابب يشاركنا فيها، وطلب منا أنه تكون هويته سرية. إلي يوسف تفضل خبرنا قصتك. هداك اليوم كنت رايحة بالغابة عم بتمشى، فبكون ماشي بشوف بنت صغيرة بلا وين رايحة عمو؟ بتقلي رايحة عند التيتا أعطيها جاتو. لحظة، أنت ليش عم تحكي بهالصوت يعني؟ هو صوتك هيك؟ مش أنتو هلا مخيرينه؟ لا نحن مش فارقة معنا يعني، احكي عادي. بس أحلى فيه بيضلني هيك؟ مثل ما بدك، مش فارقة معي يعني. طيب كرمال ما يعرفوا. الحقيقة اللي ما بتعرفوه عن قصة ليلى والذئب إنه ستة لليلى كان معها سكري وما بتاكل جاتو، وليلى كان دايما تستخدم حجة الجاتو لحتى تجذب الشباب والذئاب على بيت ستة لليلى، محل ما كان في كحول ومخدرات وكان تقام حفلات السهر والعربدي. قالين الكحول على الأرض كده أصلا ما نونيش ومتفوت ويتسكر الباب. بما انه إلي يوسف قرر يبكي على السلو موشن مع موسيقى، خلونا نروح نشوف شو رأي الشارع اللبناني والجمعيات الأهلية بموضوع العنف ضد المرأة. كم مرة بتضرب مرتك بالنهار؟ شريكة حياتي، معقول انت تضربها وهي تضربها؟ خبرني كم مرة بيك بيضرب امك بالنهار؟ سوري ما مد ايده عليا. اكيد لا، ما عليه، في حقوق المرأة، في عم تعلمه بالتربية. Can I beat you؟ طيب خلص طيب اوكي. بعد ما تجوزت لا اضربها، تضرب قد ما بدها. انا بلان عن العنف المنزلي يعني. How many times you kick your husband ass? Not a lot but I would like Brad to do it. كم مرة بيضربك بيك بالنهار؟ ما بيسترجي. بتجيبي له لرفقاتك الشباب على البيت؟ تخيل بيذبحني. بما اني ذكوري كلب وبحب كون محاط بالنساء، قررت زور جمعية نسوية اللي عم تطالب الدولة بإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وخاصة من الاغتصاب الزوجي. تعرف في القانون هلأ يلي عم يندرس باللجنة صار هلأ باللجنة الفرعية بمجلس النواب، ويلي أنه للأسف تشوه القانون، يعني هيك جابوا سكين وبلشوا يعملوا فيه هيك، بعدين أنه كبوا سبير تعجر شيء فظيع جدا. القانون ما بده يجرم الاغتصاب إلا إذا في عنف، بس ما في اغتصاب بلا عنف. والأسوأ من هيك أنه الاغتصاب الزوجي ما تجرم. ما تجرب ولا ما تجرم؟ ما تجرم. ما تجرم بالمين بقى؟ أنه إذا طلع القانون بهيدي الصيغة المشوهة يلي هو في عليه، إحنا ما بنعين. طب انه انا ما عرفت يعني شو اغتصبتك؟ اخذتك على بيت ستة واغتصبتك؟ طب انه شو حسيت لما اغتصبتك؟ لا هيدي لغير مذيع. النواب صار لهم سنة رافضين يقروا القانون ويجرموا الاغتصاب الزوجي. هل لانه المجتمع بعده مش جاهز لهالشي؟ اللي خايف انه القانون يكون ضعف، انا بأكد القانون عم بيزيد حمايته المرأة وأعضاء الأسر المعرضين للعنف. مشان هيك زرت النائب غسان مخيبر لأستفهم منه عن الموضوع وأسأله السؤال الوحيد اللي شاغل بالي وبال كل رفقاتي بالبب. شو نظرة القانون للسبانكينج؟ يعني نحن بحسب ثقافة الأفلام الخلاعية في شيء اسمه السبانكينج. أو يا بيبي ما بعرف شو جمهورنا إذا بده يمارس السبانكينج ممكن كمان يطبق عليه القانون، ممكن ناخده على الحبس ولا لا؟ يعني ما بعتقد المشرع فكر بالسبانكينج، بدنا نرجع نطرحها على اللجنة ونشوف شو النتيجة. حس حالك رخيص؟
العمل جدي للوصول إلى قانون يحمي آفة موجودة ولازم تنتهي بلبنان. إذا ما قطع هيدا القانون ما بعرف رح نرجع ننزل على الطرقات نعمل ضلنا عم نعيط ونصرف ونتغير ونكتب مشاريع قوانين. مؤخراً قريت بالجريدة إنه في نواب وخصوصاً عندكم باللجنة عم يتحرشوا بالصحفيين. خليك لا هي هالقد المسافة الشرعية فينا نقعد مع بعض. أنا قدرت المسافة الشرعية فينا نقعد مع بعض. العنف الأسري. إلى اللقاء. بريك صغير وبنرجع بعد الإعلان. جوزيف أبو فاضل وسلام بماتش ممول من دون كينج. عم أقول لك أنا من صيد عقلي بيشرب قافس بكاس ديربي عبرة مغروم فكر بمرة. عم أقول لك ما شو عم أقول لك وقت الحياة داخل نبات العين صار طلعنا عالبات حبه حبه والله حبه. عم أقول لك الوضع السوري عمل انقسام داخلي ترجم على الشاشات العربية بماتشات من الكراسي الطايرة وعروض كيكو شونكا. أكيد معنا بالاستوديو الكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل يحكي لنا أكثر عن الوضع. مساء الخير. مساء النور. أول شيء لاحظت شوي إنه في شيء غريب إنه شكله كيف كان للمعارض السوري جايبين واحد مش عراني كتير وواحد مش عراني أبداً. يعني هل الدكتور فيصل مستقصد يعمل شيء من هذا؟ أنا في شعر مطرح ما بفكره قد ما في عرقبته. بعدين هو شعره يمكن صابغه. أنا الحمد لله لا بدي أصبغه ولا بدي أروح عند شو اسمه. بس عم تفكر تزرع مثل وئام وهاب؟ لا. طلعت سمعتك على الأو تي في مع طارق السويد عم بتقول إنه ما في ولا صحافي مسيحي دافع عنك. صح. يعني مش مسيحي مواقع مسيحية بمعنى إنه هني مرتبطين بفريق اللي أنا منه. شو رأيك بالإسلام اللي عم بيهدد كل المنطقة هلا؟ والله أنا مخوفني هذا اللي بيخوف. يعني من شو من شو خايفين بالضبط؟ لأنه عادة هلا عم بينزلوا ديزاينات جلابيات جديدة بس قصيرة كتير كتير ترندي وفاشنبل يعني وحتى الدقون عم نشتغل عليها والحجاب عم يكون فيه له ورود وكذا وزخرفات. يعني ما في شيء الحجاب الحجاب هذا شيء منه يعني مثل الرهبات عنا نحن ما نتدخل بالحجاب. الوضع السوري. نعم. أوكي أنت مع الثورة اللي عم تصير بسوريا؟ لا ضدها. أنت مع الثورة اللي عم تصير بمصر؟ لا ضدها. أنت مع الثورة اللي صارت بتونس؟ لا ضدها. كنت معها بفترة من الفترات. ولا مرة كنت مع الثورة أنا. ولا الثورة التونسية ولا الثورة المصرية. ولا ما تدخلت أنا الموضوع أبداً ما تدخلت. بس 8 أزار كانوا معه. يصفلوا أنا بعطيك رأيي الشخصي. هلا الكل متوقع إنه النظام بده يسقط والتغيير بده يصير. مين هذا مين؟ الكل يعني عم نحكي تقريبا فوق 17 دولة أكيد 36 دولة غربية البلاد العربية. في مؤامرة على سوريا مش مين بعيطوا بهيس؟ التركي. نحن معنا ناس بتعيطوا بتهيس. ما هني هو كل يوم بيتهدد رئيس الأسد وإنه بدك تتنحى ولازم تتنحى مثل ما بيت الأبيض. بس شوف فعليا على الأرض شو عم بصير. يعني اليوم في أموال كتير عم تنفذ بسوريا. الإعلام يعني ضخ ليل نهار 700-800 محطة كلها إذاعات وسائل الإعلام الإنترنت اللي عم تنعمل لكل شيء كله ضد النظام بسوريا. طب ليش الأنظمة هوليك ساقطوا أول جمعة وجمعتين؟ زين العابدين صار زين الهاربين وحسني مبارك صار لا مبارك بفترة صغيرة. وليش النظام السوري واقف بعده؟ إنه إذا سقط النظام السوري شو رح تلبس؟ أنا مثل ما أنا شو نوع علي؟ أنا شو أنا مرتبط بالنظام السوري؟ اول شيء لن يسقط اذا سقط. بس انت بتعرف انه اول ما يسقط النظام السوري او اذا ما سقط النظام السوري في شغلتين. يا اما الناس حتروح تنكب عيون الناس يا اما حيشمتوا بغيرهم. الصفل انا هذا الشيء بده يصير. انا ما بحياتي شمت بحدا ولا خليت حدا يشمت فيي لانه انا مش فعلا مش انت عم بحكي العكس على الميلتين. لا ما بخليه يشمتوا. اول شيء انا مني ما طلعت على سوريا انا الا بال2005 بس اللي كان ياخد امه ومرته واخته لفوق على سوريا هو شو بتعمل فيهم؟ مين هو شو بدك فيهم؟ كتار بدي اعرف مين كتار. 14 اذار في ناس كتار. بعرف بطرس حرب كان يطلع دائما هو. لا انا ما شفته. بطرس حرب كان يطلع وحده انا ما شفتش مرته. انا ولا مره بعرف انه كان يطلع عن غازي كنعان.
كلهم كانوا يطلعوا عند لا انا بدي اسال سؤال انه هاو كلهم لو ما كان مرضى عنهم وحبايش وكلهم سوا كيف كانوا يعملوا النواب هاو فارس سعيد لما رضينا الناس السوريين كيف يعمل نايب انت فهمانين غلط بس انتم عارف انه غازي كنعان كان بيعمل عنده لبنه معزه كان بابا روما لبنه معزه وخيار كان يعمل سفره بتعقد الكل كان يطلع لعنده ياكل وهذا كل مفكر صار انا اتحدى اذا حدا شافني عند ضابط سوري اتحدى اذا انا بتعاطى مع السوريين الا بعد 2005 اتصلوا فيه من التلفزيون السوري طلعت وتعرفت على مسؤولين وصرت اطلع على سوريا انا حتى ما عرفت الطريق وين 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 لحظة وين الانترفيو شو لحظه مش وين الانترفيو مش مشكل لا هلا انا بتعرف وين الانترفيو مش مشكل هول انترفيو هول انترفيو ولا عم صار لي ساعه محضر حالي لا 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 اوف لا لا روح لكو اوف شو روح مش الحال مش الحال مش الحال خلص لكن لازم تشلح مان ما تجي هيك بدايقك بس لابس هيدي ما شلتها هيدي لانه كرمال دول يسمعوني انا لانه كثير صار لي فتره عم بشتغل على حالي ناطر هالنهار انت ما بتعرف انا انت ما بتعرف انا ضربت ايدي كيف انت ما بتعرف جرب طيب حبيب قلبي اوكي بس اذا صار شيء بس خلاص انا بعرف بتطول شعرك كثير من ورا بتصير مثله بتصير سوالف بس منيح على الشد بتحب تقول اخر شيء بس ردا على كل شيء والانتقادات اللي صارت اللي صارت عليك واكيد على نحن عملنا لك دعايه لسرميه جديده لا فقلنا شو اسمه اذا ما عرف اذا حضرته للسكتش انا حضرته وانا بشكر موضوعيتكم وانتم محضورين وبهنيكم على الجو اللي عاملينه بالبلد نحن بحاجه لهيك بروجرامات انا كثير بحب هيك بروجرامات بحضرها بهرب كثير من السياسه بحضر هيك بروجرامات وبهنيكم من كل قلبي شيان يعني فريق شيان الله يسلم ثانك يو ونحن ما بنوعدك انه دائما نحن مع يعني انت اذا اليوم غلطت انا اذا غلطت اذا اليوم هجمني. كنت صح حنكون اذا معك. اذا غلطت هجمني بس انا حط حالك محلي واحد عم يسبك كل الوقت قديش بتتحمل انا بقول لك هيدي مثل ما قلت انا غير مطارح هاي الحادثه لن تتكرر بس انا لن ادخل التاريخ من باب الخدم هو بده ياخذه يدخل التاريخ اكل قتله بس كان لازم تعمل له هيدي الابر كيك هيك اللي من فوق بعرفه شو انا شكرا لك كثير سيد جوزيف ابو فاضل هلا نبقى مع نشرة الطايز وزميلتنا بوسي مولع بوسي هاي هاي سلام سلام انا بدي اقول هاي لكل الكبار وكل الصغار وكل البشعين وكل الحلوين واكيد هلا كلهم عم بيقولوا انه يلعن حياتي انا مجوز او انا خاطب بس انه معلش انه انا اصلا ما كنتوا رح تشدوني اكيد بس انا بقدر شدك مش صح فؤاد انت الوحيد اللي انا ما بقدر شده لانك قد الطبل اوكي بوسي طيب شو فيك تخبرينا عن طقسنا لهيدي الجمعه سلام رياح شماليه غربيه رح تضرب بقوه ورح يكون في احتمال لتساقط بعض الابنيه ببيروت عامه وبالاشرفيه خاصه اما البحر فرح يكون كثير هايج لان انا رح كنا عم بتمشى على الروشه لا يعني بوسي رح ترجع الصيفية أنا كتير بحب الصيفية بوسي هيك بنات وبحر والناس بوسي بيتجوزوا بالصيفية فهمت يعني بيتجوزوا بالصيفية الناس إيه فقعد أنا بعرف زافي فيها عرفك عليهم إذا بدك كرمالي شو عرسنا لا هنا عايزين حدا طبل فأنا قلت بدق عليك باي سلام أوكي هذه كانت نشرة بوسي والطبل شكرا مس مولع فقعد بدك كل عمر نفكر حالي دربكة ايه هلا اكتشفت اني طبل هيدا صدمة انا كثير ما بشي قدر هيدي كانت نشرتنا للاسبوع ما في شي مهم كالعادة بعده ما في كهرباء مي في كتير بس مش بالبيت برات البيت العجقة عند زلعيمك مايك فغالي بعده عم يطلع على التيفي yes. ومريم نور بتهيجك على 3 الصبح واصحاب المترات عم بيفوتوا لك هي للخط شوي شوي ونحن بعدنا حمير من 75 لهلا تصبح على اير ليبون الخطوط الجويه لكل تعاستك على فكره ليك انا طلعت باير ليبون ايه وحبيت السيرفيس بيريح كثير لانه انت وقت تقعد على اير ليبون بتحس حالك مبسوط عم بتقلع بلا ما ايه بلا ما بتطلع عندك مش مثل الميدل ايست بيجوا لا الميدل ايست اير ليبون بعدين السيرفيس مان كل شيء مشتقات الحليب اللبن الجبن